هذا وأكد الجهاز الفني ولاعبو المنتخب الوطني في أول وحدة تدريبية استعدادهم لودية السعودية يوم الأربعاء المقبل، وتأتي هذه المباراة ضمن جهود العراق لرفع الحظر عن ملاعبه. لنتابع. أجواء ممطرة صاحبت الوحدة التدريبية الأولى لأسود الرافدين، والتي لم تكتمل صفوفهم بسبب ارتباط لاعبي الزوراء والقوة الجوية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وسيكون الالتحاق قبل المباراة بيوم. لاعبين حضروا يوم امس اول وحده تدريبيه اليوم يعني في ملاعب البصره، يعني اتفقنا على ان تكون الوحده التدريبيه مشتركه مع فريق نفط الجنوب. راح يكون الساعه الاولى لكل مدرب منهاج التدريبي، الساعه الثانيه تكون مباراه تدريبيه مع الاخوان نفط الجنوب لشوط واحد 50 دقيقة، ومن ثم العشر دقائق الأخيرة يعني التمارين الأرضية وتمارين التمطية. نكتفي بهذا القدر اليوم على أمل أنه غدا إن شاء الله نخوض وحدة تدريبية مع فريق الميناء. جهزنا كل الأمور يوم 28 كل فريق السعودي كل الأمور تتممناها، حتى بيع البطايق والأمور اللوجستية بالنسبة لضيافة المنتخب السعودي كلها. وتعرف اليوم احنا نخوض مباراة تدريبية مع نفط الجنوب ويوم غد مع الميناء، فأعتقد هاي كل الأمور رتبناها في مصلحة المنتخب الوطني العراقي. اللاعبون أكدوا جاهزيتهم لمباراة الأخضر السعودي، والتي لم تعد مباراة لتحسين التصنيف الدولي فحسب، بل هي خطوة مهمة لرفع الحظر الكلي عن الملاعب المحلية. الحمد لله أنا وصلت وأول مرة البصرة وحاكي المدرب والكل، وحتى نتمرن ونلعب لعبات زينه. استعدادات جيده، عندنا وحده تدريبيه وعندنا مباراه امام نفط الجنوب، ان شاء الله نطبع انطباع جيد للكادر التدريبي، استعداد امام مباراه امام المنتخب السعودي، ان شاء الله نرفع الحظر عن العراق وكل العراق في خير. جميع المباريات اللي اديناها هي كانت تنظيم رائع، نتمنى هذه المباراه ايضا تظهر صوره جميله للعراق حتى يكون بعد هذه المباراه قرار رفع الحظر. نتمنى حضور جماهير جيد، واعتقد ان العراق قادر على استضافه جميع المباريات الدوليه. العد التنازلي لمواجهة المنتخب السعودي بدأ، وبدأت ملامح المباراة المرتقبة تظهر أمام الجميع. من البصرة طارق صالح، العراقية الرياضية.